وللحديث عن ارتدادات الصفقة الغواصات الفرنسية التي ألغتها أستراليا وسط غضب باريس المتصاعد والمخاوف من سباق تسلح نووي، معنا من لندن مستشار العلاقات الدولية داتوك أحمد عامر. أهلا بك معنا أستاذ أحمد. حياكم الله، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، كيف نفهم ما جرى من توتر للعلاقات الدولية بين فرنسا والدول الثلاث، أمريكا وبريطانيا وأستراليا؟ هل يمكن الافتراض أن عملية إلغاء صفقة الغواصات كانت مقصودة؟ تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدينكم الكرام. مما لا شك أن الإلغاء هذه الصفقة كان مقصود، وكانت صفعة كبيرة جدا لفرنسا، برغم أن أمريكا وبريطانيا كلا الدولتين تحاول من تهدئة أمريكا وبريطانيا وأستراليا، الدول الثلاث تحاول تهدئة الأمر مع فرنسا، ولكن مما لا شك أن الأمر كان مفجع لفرنسا لدرجة كبيرة. ولكن إن نظرنا من الجانب الآخر، هي مصلحة أمريكية أسترالية بريطانية كبرى. الدول الثلاث تواجه الصين في عقر دارها، وكان لابد من وجود قوى ضاربة على حدود الصين هناك. ونحن نرى أن الخروج السريع والذي يتحدث العالم عنه لانهزام لم تمر به أمريكا من قبل في أفغانستان، وخروج أيضا سريع من العراق، وخروج من دول كثيرة من العالم العربي والشرق الأوسط للتفرغ للمعركة القادمة الفاصلة مع الصين، فكان لابد من هذا الموقف مع فرنسا. ولكن في نفس الوقت نرى أنه توجد محاولات تهدئة أمريكية أسترالية مع فرنسا، لأنهم بحاجة أيضا لوجود فرنسا معهم في المعركة ضد الصين، والمعركة لن تكون سهلة في مقابلة الصين. طيب، الولايات المتحدة، ما هي جائزة الترضية إن صح التعبير التي يمكن أن تقدمها لفرنسا، خاصة يعني كما ذكرت أن الولايات المتحدة لربما تكون غير مستعدة لخسارة علاقاتها مع فرنسا؟ مما شك أنه يوجد شيء تريد أن تقدمه أمريكا، ولكن ما هذا الشيء للآن؟ لا زالت الأمور لم تتضح بعد. وأنا أظن أن تأخير المكالمة أو عدم قبول فرنسا بالمكالمة من السيد جو بايدن للرئيس الفرنسي حتى هذا الوقت، حتى يتم اتفاق على ماذا ستقدم أمريكا لفرنسا. التصعيد القوي جدا الفرنسي ومحاولة التهدئة القوية من قبل أمريكا ومع طبعا أستراليا وبريطانيا حتى يصلوا إلى حل وسط. فرنسا تصعد لدرجة كبيرة حتى تحاول أن تحصل على أقصى ما يمكن أن تحصل بعد خسائر كبيرة على المستوى الاقتصادي والعسكري والسياسي. سنرى ماذا تقدم أمريكا. أما بريطانيا، فنحن نرى أن بريطانيا تحاول تهدئ مع فرنسا، وفي الوقت نفسه فرنسا لم تصعد كثير مع بريطانيا، لأنهم دولتان جارتان، وعدد الفرنسيين في بريطانيا عدد كبير من العاملين الفرنسيين، فالقضية شوية مختلفة هنا بين بريطانيا وفرنسا وأمريكا وفرنسا. نعم. بالجهة المقابلة أستاذ أحمد، إلى أي مدى يعني تستطيع فرنسا الذهاب بعيدا في بهذا التصعيد مع الولايات المتحدة؟ هل تبدو مستعدة يعني فعلا لخسارة علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة واستبدالها بالمعسكر الروسي؟ أكبر من ذلك، نحن نرى الآن هرولة فرنسية لعلاقات قوية مع روسيا ومع الهند، وأيضا صفقات سلاح مشتركة، بل تصنيع تسليح مشترك. تعلن فرنسا عن ذلك وتعلن روسيا عن ذلك في الوقت الذي لألمانيا أيضا علاقات قوية جدا مع روسيا، وروسيا تستطيع أن تتنازل عن أشياء أو تتقدم أكثر نحو بريطانيا، نحو ألمانيا وفرنسا، وبعض الدول أوروبا الشرقية سترحب بهذا. فإذا فرنسا عندها خيار آخر غير الخيار الأمريكي البريطاني، خاصة بعد خروج بريطانيا أيضا من الاتحاد الأوروبي. فأظن بريطانيا تتراجع هنا لصالح تحالفها مع
مع أمريكا استراليا، تتقدم فرنسا لصالح تحالفها مع روسيا وبعض دول أوروبا الشرقية والهند وبعض دول الاتحاد الأوروبي، خاصة دول أوروبا الشرقية، كما أن فرنسا تسعى لتشكيل قوة عسكرية ضاربة خارج إطار الناتو، وهذه هذه القوة العسكرية ستقودها طبعا فرنسا بدل القيادة لأمريكا داخل الناتو. ممكن فرنسا تريد أن تكون في هذا المكان، مما شك أن أغلب الدول الأوروبية لا تريد تكون هكذا، ولكن من الممكن مع هذه الأزمة تسعى فرنسا لهذا الأمر. طيب في يعني ظل كل ما تحدثت به، ماذا عن مستقبل حلف الناتو في ظل هذه الأزمة؟ الأزمة كبيرة داخل الناتو، كما أن الأزمة كبيرة بين فرنسا وأمريكا وأستراليا وبريطانيا. فعلا دول الناتو لا تريد للناتو أن يتشرذم، ولا تريد أن تخرج فرنسا من الناتو، بل تريد دول الناتو أن يبقى الناتو قوي، لأنه من المتوقع أن يكون المستقبل في قوة الناتو إن وقف قويا مستقبل مهم في العلاقات التي ستكون مؤثرة جدا 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 ضد التقدم الصيني القوي. فأنا أقول الناتو لابد أن يكون قوي حتى تستطيع تقف دول الناتو أمام الصين. ولكن لو خرجت فرنسا الآن وتحالفت مع روسيا، المتحالفة أصلا مع الصين، فإذا حيكون في ضربة كبيرة للناتو. الواقع صعب، المعادلة صعبة، وسنرى الأيام القادمة إلى أين ستقف فرنسا. وإن كانت فرنسا متعنتة، ولابد أن ندرك هنا أن هذا التعنت أيضا جاء في ظل حملة انتخابية يريد أساسا الفرنسيين أن يثبتوا أن لهم مكانة وعزة نفس، وأنهم يقررون فيفعلون، وأن فرنسا ليست دولة صغيرة. المعركة صعبة وفي توقيت صعب. إذن كنت معنا عبر الهاتف من لندن مستشار العلاقات الدولية الداتوك أحمد عامر، شكرا جزيلا لك.